الدكتور محمد مجدي النجار استشاري جراحات الشرج والمستقيم، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشرج، مدير مؤسسة هيموكيور لعلاج أمراض الشرج والمستقيم. أهلا بكم. في مناطق في الطب الناس لسه متعرفش عنها حاجات كتيرة، من ضمنها ما يسمى بالنصور الشرجي. ناس كتير برضو عندهم حالات المرضية المتعلقة باللور جي اي تي أو منطقة محاولة شرج بيتأخروا في السيكينج ميديكال ادفايس تحت مبدأ الخجل. فالنهاردة أنا عايز أولا أوضح ما هو النصور الشرجي، ما هي مضاعفات النصور الشرجي، من أين يأتي هذه المشكلة المرضية التي تزعج وفي نفس الوقت تخجل، ولا معرفش حكاية الخجل دي هيبقى حلولها إيه إلا ما تفهمه. الفهم يمحي الخجل، كل ما نفهم كل ما الخجل يختفي. النهاردة حوار مثير جدا مع ضيف العزيز الأستاذ الدكتور محمد النجار. أهلا بيك. أهلا دكتور أيمن، إزي حضرتك؟ الناس فاهمة يعني إيه نصور شرجي؟ لا يعني مش فاهمين، وصغار الأطباء كمان مش فاهمين، يعني كمية كبيرة قوي من الناس والجمهور وهقول لك ليه أنا قلت كده، إن دكاترة كتير مش فاهمين يعني إيه نصور شرجي. أنت أكتر واحد تعرف. ولأن أنا بشوف مضاعفات من إن إحنا مش فاهمين يعني إيه نصور شرجي، فبيحصل بنتأخر في علاج فبيحصل كوارث. نصور شرجي بمنتهى البساطة هو قناة تصل ما بين فتحتين، واحدة داخل الشرج وواحدة خارج الشرج، ده في 90% من النصور الشرجي، لأن في 10% من النصور الشرجي مفيش فتحة خارجية. وده اللي بقى اللي عشان كده بقول لك ان في ناس بتبقاش فاهمه قوي يعني ايه نصور شرجي. لكن خلينا نتكلم في العموم الاول، 90% من النصور الشرجي فتحه داخل الشرج وفتحه خارج الشرج، وما بين الاثنين في قناه غير طبيعيه، يعني ممر كده. وانت مره قلت لي كلمه حلوه قوي في الحكايه دي، او سرداب كده ما بين هذه الفتحه وهذه الفتحه، فيبقى في قناه مش مفروض تبقى موجوده ما بين الاثنين. الشرج في منتهى البساطه هو هذه الفتحه الداخليه اللي بنلاقي حواليها بعض العضلات. مش المفروض يبقى العضلات دي مخترقها اي قنوات او اي حاجه. احيانا يحصل في 90% من الحالات يبقى في خراج ما حول الشرج، يعني عيان كل اللي بيشعر بالام حوالين الشرج، بعد شويه يحس، الناس تقول لك حتى حسيت ان في حبايه كده او حاجه زي كده، بعد شويه العيان يسيبها، الام شديده جدا، يحاول يروح للصيدليه ياخد اي مضاد حيويه او حاجه زي كده، او حتى اذا راح عند دكتور مش متخصص او حاجه يقول له ده خراج، ودي كلمه غلط بقى 100%، ده خراج واحنا هنديك مضاد حيوي لحد ما نشوف هيصرف ولا لا. طبعا هو ده غلط، هو ده اللي بيخلي البكتيريا اللي حوالين الشرج الحته اللي دمها تقيل قوي دي تتغلغل للداخل وتعمل القناه او النصور. اذا كنا هنتكلم على النصور الشرجي فلازم نتكلم على العضلات اللي حوالين الشرج. الصوره دي حلوه قوي الحقيقه. الشرج هو الفتحه اخر فتحه تحت، حواليها في عضلتين مهمين قوي، عضله اسمها انترنال سفنكتر وعضله اسمها اكسترنال سفنكتر. هو بشكل دائري زي ما انا بحاول اعمل بايديا كده، الشرج صمام داخلي وصمام خارجي، والاثنين في شكل اسطواني مغلفين الشرج. يبقى عضلة داخلية ثم وراها عضلة خارجية، ثم بعيد العضلتين الكبار اللي على اليمين والشمال دول اسمهم الليفيتور ايناي اللي هم البادز دول. النصور عشان يبقى اسمه نصور لازم يخش جوه حاجة من الحاجات دي، هيلاقي فتحة بره حوالين الشرج وفتحة جوه. بناء على التراك أو بناء على القناة اللي حصلت دي هنقدر نقول النصور ده من أنه نوع، وهل هو نصور خامل ولا مش خامل، هل هو نصور علوي ولا سفلي ولا متشعب ولا زي ما هنقول دلوقتي. لكن بمنتهى البساطه النصور الشرجي هو قناه تصل ما بين فتحتين، فتحه داخل الشرج وفتحه خارج الشرج في 90% من النصور، 10% مفيش فتحه خارجيه. وده اللي يغلط فيه الدكاتره، يمكن ما يبقاش متخصصين قوي في الحكايه دي، يبقى العيان متالم جدا جدا الحقيقه، وعنده افرازات بتخرج من الشرج لكن مفيش فتحه بره. الدكتور اللي مش واخد باله قوي من الحكايه دي هو فاهم انه لازم يبقى فيه اكسترنال اوبننج. لا، في 10% من النصور مفيش اكسترنال اوبننج، مفيش فتحه خارجيه، مفيش فتحه. الحكايه بدات من الداخل والتراك شغال من جوه بس لسه مخرجش الاكسترنال اوبننج. لكن اذا حاول يفحص العين شويه ولا حاجه، لقى في ديوريشن كده، حته ورمه كده او حته بتحجره كده زي ما الناس تفهم شويه، هي دي ده بدايه حدوث النصور. اذا سبناها يعمل بقى الفتحه الخارجيه يبقى اسمه نصور شرجي. عايز اروح لمنطقه في الاسئله مهمه قوي فيما يتعلق بالاسباب والاعراض. الاسباب اكيد برضو داخله مع الاعراض. طبعا اسباب النصور الشرجي بتحصل في بدايتها في اي عدوى بكتيريه حوالين الشرج. تبدا الحكايه بخراج حوالين الشرج، كويس؟ الخراج ده زي ما قلنا ان المريض يتجاهله، او يبدا هو من نفسه ياخد علاج مش مظبوط، او يروح لدكتور مش متخصص قوي في الحكايه فيقول له الكلمه اللي غلط قوي اللي انا يعني نفسي الناس كلها تاخد بالها منها، ان مفيش حاجه اسمها الحته دي. احنا بنقول dont wait for fluctuate، يعني ما تستناش لحد ما تعمل خراج قد كده. اذا بدا العيان يشكو من اعراض خراج ما حول الشرج لابد يتفتح ويتنظف.
لابد ان البكتيريا دي تلاقي مخرج نطلعها لبره. احنا قلنا لو البكتيريا ما لقتش مخرج لبره على الجلد هتجري لجوه وهي تعمل التراك ويبقى خلاص اسمه ناسور. فالاعراض هي ونقدر نقول برضو انه من ضمن الاسباب يعني خراج ما حول الشرج. اي عدوى بكتيريه في المنطقه اللي حوالين الشرج تعمل خراج هتعمل 70% ناسور اذا الجراح بتاع المريض خد باله ان ده خراج وفتحه على طول في اول 48 ساعه الصيد ده خلاص هيروح ولا يحصل ناسور ولا اي حاجه خالص. اذا بقى الجراح قال الجمله الغلط اللي حملوا عليها ان ما ينفعش تاخد مضاد حيوي وتشوف هيصرف ولا لا مش المفروض ده مش طب. اذا حصل كده خلاص هو حتى اذا العلامات الانفلاميشن اتحسنت يعني الهوتنس والريدنس وي وي والكلام ده كله لكن البكتيريا جوه هي بتسرح العين ده بعد اسبوع هيبقى عمل ناسور 100%. فالاعراض هي الم شديد حوالين الشرج والصوره دي حلوه قوي الحقيقه. الاجزاء الخضراء دي هو ده الخراج كويس. الخراج ده شوف في منه كذا نوع ازاي. في بره حاجه اسمها بيري انل اللي هو الخراج اللي حول الشرج على طول فده اي حد هيشوفه هيعرف ان ده خراج وهيفتحه. لكن في خراج الاسكو انل اللي جوه ده الصديد جوه خالص حتى العيان بيبقى متالم جدا لكن مفيش قوي اعراض بره تقول ان عنده خراج. لو جراح مش واخد باله قوي ما ياخدش باله منه. السوبرا ليفيتور والانتر سفنكتريك الخراريج دي انواع من الخراريج ما بتظهرش على الجلد لكن هي جوه شويه ليها اعراض 100%. حد بقى يغلط في تشخيصها يقول ده عنده بواسير ده عنده مش عارف او يستسهل في تشخيصها ان عنده حاجه وبيعالج المريض بشويه كريمات وحاجات زي كده لكن الخراج ده يكبر ويعمل ناسور 100%. ولذلك اي الم مش مفهوم ودي كلمه الناس كلها بقى تاخد بالها منها اي الم حوالين الشرج مش مفهوم يعني مفيش بواسير تفسره او مفيش شرخ شرج يفسره او مفيش حاجه تفسره 90% هو احد هذه الخراجات اللي اذا سبناه يعمل ناسور شرج 100%. عايز اتكلم على الانواع يعني هل الانواع اللي احنا قلناها ولا في انواع ثانيه؟ لا هو الانواع تتقسم لتو كاتيجوريز هنسميه يا اما هاي يا اما ميد يا اما لو يعني يا اما ناسور شرجي مرتفع يا اما ناسور شرجي منخفض وده هيعتبر على هو هيعتمد على انه معدي فوق الليفيتور ايناي ولا لا يعني هل هو الفتحه الخارجيه خلاص احنا عارفينها لكن الفتحه الداخليه هل هي قريبه على طول قدام الشرج على طول ولا تبعد 2 سم ولا تبعد 4 سم ولا تبعد 6 7 سم؟ إذا كان ناسور مرتفع فهو من الناسور الخطر جدا جدا اللي علاجه يبقى صعب قوي بال 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 بالجراحة العادية. يعني إيه مرتفع؟ مرتفع يعني الفتحة الخارجية فوق الدنتيت لاين فوق الليفيتور إيناي. لا نفهم بالراحة. يعني الشرج إحنا هو دائرة كويس؟ هو جزء أسطواني. من أول الشرج لحد جوه 4 سم أي فتحة في الحتة دي الفتحة الداخلية في الحتة دي يبقى ناسور منخفض. ليه علاقه كمان بالعضلات اذا كان داخل جوه الانترنال سفنكتر او الاكسترنال سفنكتر بس يبقى ناسور منخفض لكن اذا كان معدي الليفيتور ايناي ومعلق الليفيتور ايناي معاه يبقى ناسور مرتفع. مرتفع يعني واخد عضلات كتير يعني الدبس بتاعه كبير. منخفض يعني الفتحه الخارجيه قصاد الفتحه الداخليه ناسور صغير يتعمل باي طريقه ويخف. ده كاتيجوري منخفض ولا مرتفع. ثم كاتيجوري ثانيه يتقسم ليه علاقته بالعضلات هل هو جوه الانترنال سفنكتر فنسميه انتر سفنكتريك هل ما بين الانترنال سفنكتر والاكسترنال سفنكتر فنسميه في الحته اللي ما بين التو سفنكترز هل هو داخل جوه العضله فنسميه ترانس سفنكتريك يعني ماشي وشائق العضله ومعدي جوه ولا هل هو فوق خالص فوق العضله حاجه بعيده قوي فنسميه سوبرا سفنكتريك. يعني قسمناهم على حسب هو داخل هو مرتفع ولا منخفض ثم هل هو داخل جوه انهي عضله. عايز اتكلم على الفحوصات. ما الفحوصات دي برضو يعني لازم نفهمها عشان ما نفقش التشخيص زي ما انت قلت في الاول. 100% الفحوصات للناسور الشرجي مش رفاهيه ومش مسموح ان جراح يقول لمريض انت عندك ناسور وهعمل لك عمليه من غير ما يعمل له فحوصات هنتكلم عنها دلوقتي. لكن عموما هل ممكن حد يعمل جراح يعمل لمريض عمليه من غير ما يعمل له فحوصات؟ لا لان الناسور خادع جدا ومهما كنت انت دكتور شاطر ومهما عملت الاف الحالات من الناسور 100% ما تعتمدش على خبرتك في هذا المجال. ليه بقى؟ ولذلك بقى في حاجه اسمها ام ار اي، بقى في حاجه اسمها رنين مغناطيسي، فحص كامل المريض بيدخل جوه جهاز ونعطله ونتعبه وكل حاجه علشان نعرف الناسور ده فاتح فين. لان انت بالفحص الكلينيكي في العياده انت شفت الاكسترنال اوبننج لكن ما انتش عارف شفت الفتحه الخارجيه. واذا يا سيدي تطوعت وعرفت تحس الفتحه الداخليه يبقى كتر خيرك يبقى ماشي اديك عرفت الخارجيه والداخليه. لكن مش لازم يبقى التراك ماشي ستريت، ده ممكن الخط نفسه اللي واصل بين الفتحتين مش شرط يكون بالظبط، ده ممكن يبقى كيرف كده انت لما تيجي تخش مش هتبقى عارف انه عامل كيرف كده فانت تبوظ الحكايه اكتر. جهاز يبقى في النص كده عامل تشعب يمين او تشعب شمال فيبقى اسمه ناسور شرجي متشعب. طب انت تعرف ده ازاي؟ لابد تعمل حاجه اسمها رنين مغناطيسي. والحكايه بقت سهله يعني حتى الفحص ده ما بقاش مكلف زي زمان ولا بقى متعب زي زمان او حاجه زي كده.
طيب اذا كان المريض ما يقدرش يعمل رنين مغناطيسي زي الناس اللي بتركبها مثلا ستنس في دعامات للقلب او مش عارف ايه او الحاجات او حتى مثبت عنده كسر وحاطط شرايح ومسامير الحاجات اللي هو المريض ما يقدرش يدخل جوه جهاز الرنين المغناطيسي بقى في حاجه اسمها اندو ان الالترا ساوند او اندو ريكت الالترا ساوند نعمل سونار ببروب معين طبعا مش الموجات الصوتيه العاديه اللي في العيادات يعني ببروب معين يخش جوه يشوف ويحس الفتحه الداخليه ثم يبدا بالسيجنال بتاعه السونار يعرف هل هو متشعب ولا لا في كوليكشن في حته في كلام زي كده وبالتالي بقى تجمع ممكن يبقى كمان التراك ده في جنب كده ابسس عامل زي كهف جوه 100% وهنا بقى يبقى الفحص مهم 100% ومش مسموح تاني اهو مش مسموح ان الجراح يعمل لمريض عمليه ناسور شرجي والناسور الشرجي شوف احنا بنقعد نتكلم عنه ازاي هو حاجه احنا ما بنعالجش مريض من نزله برد يعني هو حاجه صعبه جدا وعمليه مرهقه جدا جدا للجراح وكل حاجه وعمليه الغلطه فيها بجون زي ما بيقولوا يعني وبالتالي خلاص بقى يعني احنا بنخش قبل ما نعمل العمليه يبقى كل حاجه متخططه بالملي يعني ما نعملش عمليات الا واحنا عارفين قبل ما هنعمل العمليه كل الستبس اللي هتحصل ونناقش فيها المريض قبل ما تحصل 100% ما نتفاجئش بحاجه يعني. هل الناسور الشرجي حاله جراحيه ام الدواء له دور هنا فيه؟ لا الدواء ملوش دور ولا حتى 1% ده حاجه جراحيه 100% حتى انا اسميها حاجه ميكانيكيه في حالة كمان في حاجه اسمها الحاله الجراحيه 100% حاله جراحيه يعني مثلا انسداد مراري حاله جراحيه بالظبط الناسور الشرجي حاله جراحيه اي حد عنده ناسور هيعمل عمليه متفقين خلاص مفيش كلام طب لو انت عندك ظروف يعني لا تسمح انك تعمل العمليه دلوقتي ما عندكش وقت مشغول حاجات زي كده ممكن ناخد علاج يقلل شويه الانفلاميشن او الانفكشن اللي موجود لكن هيضيع الناسور ما يضيعوش ابدا ابدا لكن يقلل شويه الاعراض الى ان وقتك يسمح ان احنا نعمل عمليات ينفع لكن يضيع الناسور لا ما بيخفش ابدا ابدا بالعلاج لا ما فيش علاج يعني هياخد مضاد حيوي ماشي بس مش فين التراك بالظبط هيعمل ايه التراك في المضاد بالظبط انا اشبهها زي واحد ضغطه عالي في السماء فعنده شويه صداع فيروح ياخد قرص اسبرين كده ولا حاجه بتقلل الصداع ولا حاجه ده صح ده غلط 100% لو سايب الحكايه بالظبط يعني هيرفع له ضغطه اكتر بالظبط وانا ببص للجراحات القديمه مرعبه ويعني اذا سمحت لي في دقيقتين كده اشرح لك تاريخ الحكايه دي بدات ازاي انا مستمتع بالتاريخ انا بحب التاريخ جدا بدات الحكايه يعني اول مره عالجوا ناسور شرجي كان سنه 1603 الصوره دي حلوه قوي من كتاب 1603 دي اول حاله ناسور شرجي اتعملت في التاريخ ريكوردد يعني ده الصوره دي حلوه قوي من كتاب اسمه ريتشارد نيلسون كتاب ما بيتكلمش غير على الناسور الشرجي بس لو هشوف في الصوره هو بيحاول يعمل اللي بعض الجراحين بيعملوه دلوقتي هو بيدخل بروب احنا نسميه دلوقتي بروب لكن هو زمان كان حاجه عنيفه قوي ما بين الفتحه الخارجيه والفتحه الداخليه وهيروح جاي زمان يعني بحاجه زي السكينه كده جاي قاطع الحته دي ده في الطب اسمه فيستيروتومي يعني بيتعمل لحد دلوقتي وهقول لك احنا خلاص بقى انقرض ليه فبدات الحكايه في 1603 كويس الجراح ده كان بيعمل الفيستروتومي اللي بالظبط اللي بعض الناس بتعمله دلوقتي يعملوا ايه بقى دلوقتي مرت الحكايه باول حاجه حاولنا نعالج بيها الناسور الفيستليكتومي او الفيستروتومي اللي احنا هندخل ما بين الفتحه الخارجيه والداخليه بروب يبقى خلاص التراك قدامنا ونروح جايبين بالمشرط او بالكوتري الدايسيرمي او الكلام ده وقاطعين حاجه كويسه يعني مقبوله وكل حاجه لكن انا رايي انها تتعمل للناسور الصغير اللي هو خلاص طوله نص سنتي كلام زي كده فخلاص اقطع زي ما تقطع مش مهم طيب بعد الفيستولوتومي ده ايه الحكايه بدانا نفكر في اننا نعمل اجراءات جراحيه اكثر تطورا شويه مش الحكايه لحد 2006 جراح عظيم قوي في 2006 عمل حاجه اسمها ليفت يعني من 1603 بنعمل فيستولوتومي ماشيين على نفس المنطقه بنعمل فيستروتومي بس فيستروتومي اللي هو ادخل ما بين الفتحتين واروح جاي قاطع وكان لما يبقى الناسور كبير ما نعملوش لان المريض 100% هنقطع حته من العضلات فبنعمل معاه كولوستومي يعني نحول مجرى البراز لان المريض لما قطعنا العضلات مش هيتحكم في البراز فنعمل ده لازم نعمل كولوستومي واحنا لما كنا في نفتح فتحه نطلع القولون على فتحه تحت الجلد اسمه تحويل مجرى البراز على الجلد على الجلد ده كارثه كارثه بس هو كان كده يعني ما فيش غير كده لما كنا طلبه بندرس الكلام ده كان كده يعني يقول لك الهاي ده الناسور العلوي حله ايه
الاجابه النموذجيه واحنا بناخد الدراسات بتاعتنا يقول لك الاجابه النموذجيه انك لازم اول حاجه تعمل كولوستومي لازم تحول مجرى البراز ثم بعد كده اشتغل زي ما عايز تشتغل ده كانه كانسر قول بالظبط يعني اي نعم هي حاجه تمبراري يعني بعد 3 شهور بنرجعها تاني كل حاجه بس انت قعدت العين بثلاث شهور بتحويل مجرى البراز على الجلد ثم اتطورت الحكايه لحد 2006 بقى بيقولوا حاجه اسمها ليفت يعني احنا قلنا ان الفتحه والفتحه طب بدل ما نقطع ده كله احنا هنيجي على الحته الانترسفنتريك جروف ده الحته اللي حوالين الشرج نفتح ثم نخش نوصل ما بين العضلات لان دي الحته الامان عضله يمين وعضله شمال وبينهم جروف بينهم حته فش عضلات فهنفتح في الحته دي ونخش نطلع التراك ونربطه ونقصه من الحته دي بس فلما نقطع ده كله يبقى قطعنا الحته دي اجراء عظيم وكويس جدا كل حاجه بس ما زال اجراء جراحي بيضطر ان حته نقطع وعايز دكتور جراح شاطر دي صعبه حته للجراحين اللي احنا قلناها دي بقى تشغيل كنت حته للجراح بالظبط تمام بس عايز جراح شاطر لانه لازم يعرف هو بيفتح فين وبيسلك ازاي ما بين العضلتين وكلام زي كده لكن كان اجراء جراحي تطورت الحكايه بعد كده الى انه بقوا بيعملوا حاجه اسمها بلاج يعني يخشوا قال لك طب ما هو فتحه وفتحه وبينهم قناه ما نخش نحقن الناسور ده بحاجه تسده من جوه يعني لقوها فاشله شويه لانها بتعمل ابسس وكلام زي كده جوه فخلاص ما بقاش حد بيعملها ثم بدا في من 8 سنين من النهارده في 2012 اجراء عظيم قوي اسمه فيلاك فيستولا تراك ليزر كلوجر ان احنا استخدام الليزر في هذا المجال في تعقب على فكره هي اسمها تعقب بالزبط. تعقب الفتحه دي بالزبط. تعقب التراك ده بالظبط خلاص احنا من 2006 من 2012 دلوقتي من 6 سنين بالظبط بدا واحد اسمه ارني ويليام في جامعه اليزابيث كولين في المانيا هيعمل حاجه اسمها فيلاك طبعا هو ما عملش من دماغه كده يعني ده على مدار السنين بداوا يعملوا الحكايه دي لكن في 2012 من 6 سنين من النهارده بقت الحكايه دي اف دي اي ابروفد واعترفوا بيها ونزلوها في الكتب وقالوا بقى في حاجه اسمها فيلاك تعتمد على ايه ان احنا خلاص عندنا تراك هنخش نركب سيتو نقابله او دعامه كده ما بين الفتحتين ثم بعد ما الدعامه دي قعدها 5-6 اسابيع ولا حاجه نخش باستخدام الليزر نكوي هذا الناسور نكوي ده كلمه مش مظبوطه الحقيقه لكن هي بتعتمد ان الليزر ده حرارته 320 هنعمل حاجه اسمها ديستراكشن للسيل يعني الحراره اللي بتخش من الفتحه الحراره بتطلع من الليزر هتمشي في هذا التراك بشكل دائري كل كلمه هنا مقصوده يعني ايه شكل دائري يعني الليزر هيطلع في شكل زي المقوار كده بحيث يدمر الخلايا بتاعه زي كان هو في على فكره في دلوقتي في مثلا دراع ضوئي كده تلاقيه او مثلا يعني هي اوبتيك فايبر هي قسطره اوبتيك فايبر يعني هي زي بالظبط الليد اللي بيتعلق ايوه زي الليد اللي في الارضيه عندنا دوت بالظبط داير بيدور هو عباره عن اوبتيك فايبر بيدخل يملى التراك ده ويطلع حرارته يدمر الخلايا ويوقع التراك فكره شبيهه بحاجه زي المقوار كده اكننا هنخش نشيل التراك من وسط العضلات وبالتالي مع استخدام الليزر في علاج الناسور الشرجي ما بقاش فيه خوف ولا حتى 1% انا بقول اهو ولا حتى 1% على العضلات طبعا ده صوره الاوبتيك فايبر او القسطره وهنا هي مكبره هي مكبره هي حاجه اقل من كده بكتير يعني وهنا فرصه نقول ان الحته دي الدايليما اللي فيها ايه ان بقى في حاجه لعلاج الناسور اسمها علاج الناسور بالليزر امن 100% انا 100% ما فيهوش خطر ولا حتى 1% على العضلات ده مش كلامي ده كلام الناس اللي بتشتغل في العالم العضلات اللي هي عضلات التحكم في البراز وبالتالي هنعمل عمليه ونطلع بعد ساعتين 100% مفيش خوف على العضلات ده حاجه تاني حاجه مفيش جرح مش هنعمل الحته اللي هنخيطها ولا كلام زي كده تالت حاجه ان المريض يقدر يروح شغله بعد 24 ساعه مش ده سحر مش لانه ده سحر ولا انا ساحر يعني هي الفكره ان مفيش وند مفيش جرح ولا اي حاجه والحكايه كلها من جوه التراك فمفيش وجع ولا اي حاجه زي كده طيب يبقى احنا في الاخر دلوقتي وصلنا ان احنا بنعمل الفيلاك ان احنا بنعالج الناسور باستخدام الليزر احيانا بشكرك على هذه المحاضره الرائعه القيمه جدا اللي مليانه علم اللي في موضوع مهم جدا جدا يعني احنا بنتكلم على موضوع ممكن يقلب من قصه قصيره الى بالظبط يعني يقولوا عليها ايه درامه العمر كله صحيح ماساه العمر كله صحيح يعني كابوس العمر كله صحيح بيقلب لي كابوس مزعج ولكن الجايد لاين حفظناها النهارده حفظناها اسمح لك لا خلاص اول حاجه فيلاك لو ما نجحش يعيد فيلاك تاني لو ما نجحش ثم ليفت بعد كده يدخل بين العضلتين في الحته الامنه اللي ما فيهاش عضلات ثم لو ما نجحش نعمل بقى الكولوستومي واحنا من خلال تجربتنا والسادي بتاعتنا من 5000 مريض هم 4 اللي ما حصلش معاهم النجاح لثلاث خطوات
اللي فات. بالظبط صح كده 100%. نورتني. الله يخليك. ابدعت. الله يخليك. يعني اسعدت. الله يخليك. ربنا يكرمك على الكلام. الله يخليك. ضيف العزيز الدكتور محمد النجار كان مبدعا كعادته في حواره في واحده من المواضيع المهمه جدا المسكوت عنها جدا متجاهله جدا المكسوف منها جدا بلا مبرر اللي ما عندش الناس ثقافه فيها. واحنا عملنا يعني الحمد لله ربنا كرمنا ان احنا وفقنا في استضافه الدكتور محمد نورنا الحته دي. ذاكروها بقى ذاكروها ذاكروا خليكم على الناس.